بنات ايه يا فريحه؟ مين اللي قالك اني وسط بنات والكلام الفارغ ده؟ عمو ادم اتصل عليا الصبح وقال انه اتصل عليك وانت رديت عليه، وكمان كنت في وسط بنات وقلت له انك معايا وتليفونك فصل بعد كده. عمو اتصل عليا عشان عايز يكلمك. قولي كده. ماشي يا ادم يا عدوي. ادم دخل. ايه حلوين، وصلتوا لفين؟ ايه فريحه زعلانه ليه من مراد؟ وانت مراد مزعل فريحه ليه؟ اتكلمي يا فريحه، قولي يا حبيبتي، ما تخافيش طول ما انا موجود. عمو حضرتك قلت انك كلمت مراد الصبح صح؟ حصل يا حبيبتي، وكمان حضرتك قلت لي ان مراد قال لحضرتك انه كان معايا في الجامعه وكان في بنات كتير جنبه. حصل؟ حصل يا روحي، فين المشكله؟ انا حبيبتي بسالك فين المشكله. ابدا يا عمو مفيش مشكله. ادم بص لمراد. ما تقول يا مراد يا حبيبي مزعل فريحه ليه؟ حد يزعل القمر ده؟ حد يبقى معاه ملاك زي ده ويعمل كده؟ مراد كان متغاظ وغيران ومش عايز يكدب ابوه، وكمان مش عارف يعمل ايه. ادم قام من مكانه وقرب من مراد. البس يا معلم. بابا خلي فريحه بعيد عن الحوارات دي. ابدا، تبعد عن مريم ابعد عن فريحه، وهذا هو لب الموضوع. ادم قرب من فريحه علشان يغيظ مراد. حبيبه عمك بطلي عياط، عينيك القمر دي ما تنفعش تعيط. ايه ده، مناخيرك بقت حمرة قوي كده ليه؟ تعالي عودي هنا. ادم جاب لها كوبايه ميه وبيهتم بفريحه. مراد جاب اخره من ابوه وغيران على فريحه. تعالي نخرج شويه ونتكلم. لا طبعا، انت عايزها بعد الزعل ده بنت اخويا تخرج معاك؟ فريحه هتقعد معايا وكمان هتقضي اليوم معانا انا ومريم، واشوف ايه اللي يريحها وهعمله، وانت حسابك معايا بعدين عشان تزعل القمر ده. ورقص حواجبه. مراد قرب من ودن ابوه. بابا لو سمحت كفايه، تبعد عن مريم، احكي لفريحه كل حاجه. مش هتبعد؟ شوف بقى هتثبت براءتك ازاي، ما هو مش معقول انك هتكدب ابوك. ولا ايه يا مراد؟ فريحه انا ما عملتش حاجه وكنت نايم. ازاي ما عملتش حاجه؟ انت كدبت عليا يا مراد، قلت انك كنت نايم وانت ما كنتش نايم، وكنت قاعد كل الوقت ده مع بنات. هو انت عليك يا مراد؟ انا عليك حب 18 سنه؟ انا مخنوقه قوي. ادم كان جواه متضايق من فريحه، لكن لازم يوصل لابنه رساله ان الهزار الزايد احيانا بيقلب جد. ادم قلبه بيولع نار لما مراد بيعاكس مريم. هي امه بس دي اميره ادم وملكيه خاصه. بس يا فريحه ما تعيطيش يا حبيبتي. ماشي يا بابا ماشي. هتبطل تنافسني في امك؟ حاضر يا حاج من عيني. لو حات امك النظره دي عارفها، لو هتمشيها لمصلحتك المره اللي جايه هتبقى بجد. شوف مين اللي هيطلعك منها. حاضر يا حاج، انا مش هنفسك في امي تاني، بس لو سمحت تصلح المشكله. مراد انزل وسيبني انا وفريحه لوحدنا. نعم حاضر يا بابا. اتحرك وخرج وهو متضايق وشايط على الاخر. ايه فريحه بطلي عياط، هو الواحد ما يعرفش يهزر معاكم؟ فريحه بطلي عياط، قلت لك انا كنت بهزر معاكم. ايه يا عمو بتهزر ازاي؟ مش فاهمه. انا ليا طار عند مراد، انت عارفه حوار معكسات المريم، وكمان كنت عايزه اشوفك بتحبي مراد ولا لا، فقلت يا ادم يا عدوي شوف كده وجرب، وشوف رد فعل البت فريحه بنت اخوك هتعمل ايه. يعني مراد ما كانش بيخوني؟ يخونك؟ ايه الكلمه دي يا فريحه، انا ازعل منك؟ مراد يخونك؟ كلمه خيانه يا بنتي ما تتذكرش في بيت ادم العدوي. مراد كان نايم فعلا، وانا كان بيني وبين مراد طار واخدته. يعني انت يا عمو عسر؟ انا صح؟ خرب عليك يا عمو، ده مراد خد مني كلام، هعمل ايه دلوقتي؟ لا دي مش مشكلتي، وبعدين ده درسي ليكي عشان تثقي في مراد اكتر من كده. انا صدمتي فيكي كبيره يا فريحه. اتصدمت فيا انا يا عمو؟ طب ليه؟ اقل حاجه كنت فكرتي وقلتي اكيد مراد في مشوار مهم، مراد بيحبني عمره ما يعمل كده. او مثلا تتصلي على مريم تسالي مراد فين، اتصلي على زين، على نور، مش تشكي فيه ويخونك. عندك حق يا عمو، بس والله لما حضرتك قلت لي انه مع بنات وانه قال لك انه معايا، قلت اكيد هو بيعمل حاجه غلط. بعدين يا عمو كنت فاهمني انك بتهزر. انت واخده غباء ابوكي ليه؟ امال كنت هشوف رد الفعل على مراد ازاي؟ المهم انا عايزك تتعلمي من الدرس ده وتثقي في مراد بعد كده. مراد عمره ما يفكر في غيرك. انا متضايق لانك عملتي كده، بس بصراحه فرحت لما شفته متغاظ عشان يحس بيا، بس ما كنتش اتوقع ان الموضوع يكبر كده وانك تتهميه بالخيانه، ولسه هيكبر اكتر. مراد ابني وانا عارفه، انا كنت متوقع منك انك هتتخانقي معاه وانا اتدخل واهتم بيكي وهو يحس باللي بيعمله فيا، لكن نسيت انك غبية، انت لازم تصلحي الموضوع.
حاضر يا عمو، بعد إذنك أنا هنزل لمراد. زين وصل تحت العمارة وخد رينو من عند رودي وراجعين في العربية. رينو قاعدة مخنوقة في العربية. مالك يا رينو؟ رينو اتخنقت من كل اللي بيشوفها يسألها مالك. مفيش يا أبي زين، أنا بس تعبانة من امبارح. تعبانة حاسة بإيه يا حبيبتي؟ وبعدين مش عوايدك إنك تفضلي ساكتة وسرحانة كده. صدقني يا أبي زين أنا كويسة، أنا بس زعلانة على فرق نور إنها هتتجوز وتسيبني وتمشي. غير كده الثانوية العامة صعبة وعايزة أركز أكتر من كده. أنا كمان زعلانة إن نور هتسيبنا، بس يا حبيبتي دي سنة الحياة، وكمان أنت هيجي يوم وتتجوزي. لا يا أبي زين أنا مش هتجوز. يا ساتر، إيه الكلام ده؟ في واحدة مش عايزة تتجوز لما تكبر؟ أنا مش عايزة أتجوز لما أكبر، أنا ههتم بدراستي وبس. هي دي حاجة وحشة يا أبي؟ لا يا قلب أبي، أنا هكون فخور بيكي وإنك تتفوقي في دراستك وتركزي فيها. هو في أخ هيعوز من أخته أكتر من كده؟ تحبي تروحي فين؟ بابا طلب مني إني أفسحك. مش عايزة أروح مكان، أنا عايزة أروح، أنا بهدوم المدرسة من الصبح. ماشي حبيبتي، بس ليكي عندي خروجة تمام؟ أوكي، ربنا ما يحرمني منكو أبدا، ولا يحرمنا منك يا قمر على رأي الحاج يا نوتلتي. رينو سرحت وبصت في الشباك. يا ترى هتستحمل الحياة من غيرك يا فهد؟ لأنها كل شوية تفتكر هجومه عليها وهو بيبوسها، وتحس إنها بتكره نفسها، ولازم تبقى أقوى، وإنه لازم يتعلم إنه ما يتجرأش ولا يفكر إنها ممكن تكون سهلة بالشكل ده. مراد قاعد في الجنينة وفريحة نزلت. مراد، مراد والله بجد أنا أسفة، أنا اتصرفت غصب عني لما حسيت إنك ممكن تروح مني. ساعتها اتعميت يا مراد. أروح منك؟ أنت غبية يا فريحة ولا بتمثلي الغباء؟ أنا خاين يا فريحة؟ أنا غلطت يا مراد بجد، أنا بعتذر. لما عمو اتصل عليا وقال لي اتصرفت بغباء. لما عمو اتصل عليا أنا اتصرفت بغباء، ودلوقتي عمو آدم حكالي على كل حاجة وإنه كان بيهزر. أرجوك يا مراد سامحني، والله كان غصب عني. يلا عشان روحك، ولما اهدى ابقى اكلمك. فريحه صعب على نفسها ودموعها نزلت، قربت اكتر من مراد. سامحني؟ لا يا فريحه، انا لا يمكن اسامحك. انت شكيتي فيا وعارفه اني لا يمكن ابص لغيرك. انا ما ممكن اهزر اضحك اتريق، انا مفيش واحده تملى عيني غير حضرتك. وايه اللي حصل بعد ما سمعتي كلمتين من حد؟ في اول محطه نزلت فيها وصدقت كلام آدم عليا، مع إنه ما قالكيش حاجة كبيرة. هو قالك إن مراد جنبه صوت بنات، يعني ما قالكيش إنه في شقة مع واحدة. يعني ممكن أكون في مشوار أو في الكلية عندك، أكون في أي مكان أو أي مصيبة، لكن ما توصلش إنك تفكري إني أخونك وتقوليلي أنت خاين يا مراد وغشاش. اتفضلي ولا أقرالك. اسمعي اسمعي، أنت قافل تليفونك ومقضي حياتك عايش مع البنات بتخوني يا مراد؟ رد عليا يا غشاش يا خاين يا بتاع البنات. حلوة قوي انك تشكي فيا. ادم ما عملش حاجه يا فريحه، ادم قالك كلمتين، وحتى لو ما كانش بيهزر انت صدقتي، وانت عارفه ان اكتر حاجه بكرهها في حياتي هي الخيانه. فريحه جواها مش مصدقه انها عملت مشكله كبيره من فراغ، لكن هي كانت ضحيه هزار، بس شافت انها غلطت لانها كده مش بتثق في مراد. ادم كان واقف بعيد ومتابع. ليه كده يا ادم بس؟ مريم كويس ان ده حصل، لازم فريحة يكون عندها ثقة في مراد أكتر من كده. مراد بيحب فريحة من 18 سنة يا مريم، مش حتة مكالمة هتهد الحب ده. كويس إنه حصل كده. أنا طبعا ما كنتش أقصد كل ده، أنا كنت عايز فريحة تزعل من مراد، وأنا أهتم بفريحة قدامه. كان هيولع وساعتها هيحس باللي هو بيعمله فيا، لكن ما توقعتش إن فريحة تتهمه بالخيانة. الكلمة في حد ذاتها مش حلوة، أنا ما انكرش إني زعلان من نفسي، لكن رب ضار نافعة. تفتكر مراد هيسمعها ويسامحها؟ طبعا، ما دام اتخانقوا وفتحوا مجال الكلام، وكمان من طرف معترف بغلطه، يبقى هيسامح. وان ما سمحهاش النهارده، بكره الفراق هيعلمه هيسامحها باشتياق. الحب اللي بينهم مش هش قوي كده بانه يتهدم في لحظه. ملك يا ادم، مفيش يا حبيبتي، انا هدخل مكتبي ويا ريت ما حدش يدخل عليا. مريم شافت وعرفت كده ان ادم زعلان، بس يا آدم عن إذنك. مش هو متضايق، مريم كمان زعلانة على آدم ومراد، لأن الهزار الزايد أحيانا يقلب بجد. اتفضلي عشان هوصلك. فريحة راحت وقفت قدامه. مراد لو سمحت، مراد أرجوك، أنت بتعمل كده ليه؟ أنا ضحية مراد، أرجوك سامحني، أنا بثق فيك. في فرق بين الثقة والغيرة، أنت عارف إن عمري ما شكيت فيك بجد. إنك تتهميني بالخيانة بتبرريها، يعني مش شاكه فيا. لو واضح انك مش شاكه فيا، اصل اللي بتغير بتقول لحبيبها خاين وغشاش
وكمان كذاب. أرجوك يا مراد أنا مش قادرة، أنا من الصبح في الشارع، أنا من امبارح ما نمتش. أنت امبارح لما حاولت وبص أنا معرفتش أنام، كنت في منافسة ما بين قلبي وعقلي ومعرفتش أخد قرار، أزعل منك ولا أفرح، وفي الآخر قلبي اللي فاز على عقلي عشان بيحبك، وقررت أني مزعلش رغم أنك ما اتصلتش زي كل يوم. الصبح قمت مصدعة وأنا رايح الكلية، عم اتصل علي يقولي أن مراد جنبه بنات، وأنك كمان قلت له أنك موجود معي. عمو أدم كلامه ثقة، أني عقلي يستوعب. أنا ما دخلتش الكلية عندي، رجعت من نص الطريق، أنا كنت بلف زي المجنونة لدرجة أني رحت الكلية الحربية وما قدرتش أدخل. أنا عارفة أنك في أجازتك أنت وفهد، بس ساعات بتروح أنت وفهد وما عرفتش برضو أنت موجود ولا لأ. وبعدها فهد قال لي أنك مش في الكلية، وكل شوية تليفونك مقفول، ولما فتحت تليفونك جات لي الرسالة كنت في الشارع وما هنش عليك تتصل عليا. أول ما فتحت اتصلت عليك أكتر من مرة وما ردتش. أنت دخلت تاخد شاور الأول وبعدها تكلمني. مراد قلبه وجعه على فريحة وشاف إنها ضحية فعلا، كمان لما شاف آدم مهتم بيها كان عايز يولع في البيت كله، وحاسس إنه فعلا مزودها مع أبوه، لكن برضو كلمة خاين وجعاه قوي. كمان فريحة كل ده وجعها، طب أعمل إيه؟ أصالحها ولا أسيبها؟ بس هي شافتني في لحظة خاين وغشاش وكذاب. خلاص يا مراد، أنا قلت اللي حصل بالظبط، أنت لما بوستني أنا مزعلتش منك يا مراد، مع إنك عارف إنه حرام. أنا اتخطيت مرحلة الحب وتقبلت منك أي حاجة، والظاهر ده ضعف شخصيتي قدامك، لكن أنا فريحة السيوفي بنت طارق السيوفي ورانا عزيز، وزي ما أنت مش هتسامحني وزعلاني واتهمتك عن طريق الخطأ، أنا دلوقتي مش هسامحك من إنك بوستني عن طريق القصد، لإنك بوستني برغبتك. وثابته مشيت. زنجي ونزل هو لارين وشافوا فريحة وهي خارجة معيطة، لارين وقفتها وفضلت تتكلم معاها وتهديها، وفريحة مصممة تمشي. زين شاور لمراد اداله إشارة إنه يوصلها، وفعلا رين وزين صمموا إن فريحة تركب مع زين، وركبت في الآخر وزين هيوصلها. مراد فضل واقف مكانه مش عارف يعمل إيه، وإيه المشكلة أصلا، وإيه المشكلة أصلا وحصلت إزاي وليه، وهي الغيرة بتعمل كده. اتحرك وهو مخنوق وراح على العربية وركب ومشي. آدم كان متابع كل ده من شباك مكتبه وزعلان جدا، لكن شاف إن في حاجة إيجابية وهتحصل وخطوة مهمة، ومش عايز اللي حصل أيام عاصم يتكرر تاني. رينو دخلت الفيلا وقالت لمريم إنها اتغدت مع رودي. مريم اطمنت على رودي وكمان اتكلمت شوية مع رينو لأنها حاسة إن بنتها متغيرة وزعلانة. رينو استأذنتها عشان تطلع تغير وتذاكر، الامتحانات قربت، وقالت لمريم إن المنهج اتجمع عليها ومفيش وقت، وهتحاول تلم المنهج وتقعد في أوضتها تذاكر. طارق لرنا، حبيبتي يا فريحة مالها؟ مش عارفة بس باين كده إنها متخانقة مع مراد. طيب أنا هدخل لها. لا أنا كلمتها وقالت لي إنها مخنوقة ومش عايزة تتكلم مع حد، هي هتهدى مع نفسها، أنت عارف إن المشاكل دي بتقيم العلاقة. أنا مش عارف بيتخانقوا ليه يعني. يا راجل مش عارف، هو أنا وإنت عمرنا ما اتخانقنا؟ المهم فهد فين؟ نعم هو مش موجود؟ لا هو جه حوالي الساعة 2 ودخل مش طايق نفسه، ودخل الأوضة وبعدها الليفينج وطلع من غير ولا كلمة. إزاي؟ طلع تليفونه يتصل على فهد لكن تليفونه مغلق. فتح الواتساب، ابنك ما فتحش واتس من امبارح وكمان تليفونه مقفول. ابني فين يا طارق؟ فارس خرج من اوضته. ماما فهد انا متصل عليه من الصبح ما بيردش، ومن اكتر من 3 ساعات. يمكن فصل يا ابني. لا طبعا فهد معاه باور بانك. هي اجازته خلصت؟ يمكن رجع الكليه، انت عارف نظام الحربيه. يا رنا فهد لسه مخلصش اجازته، هو ومراد وكل حاجته موجوده. اهدي كده عشان اعرف افكر. طب اتصل على مراد او ادم، شوف اشرف اخويا، اتصل يا طارق على اي حد، شوف فهد فين. اهدي اهدي انتي. طارق نبه على فارس انه يسال بطريقه غير مباشره على فهد عشان محدش يقلق ومش عايز شوشره. طارق وفارس كل واحد يتصل على حد من العيله، وكلهم قالوا ان فهد مش موجود. رنا اتصلت على مريم وان مريم قالت لها ان فهد كان هنا الساعه 1 الظهر ووصل رينو عند صاحبتها وروح على بيت طارق. رنا قفلت وقامت من مكانها. يعني ايه؟ يعني ابني من الساعه 1 عند مريم ووصل رينو ورجع الساعه 2 على هنا وخرج؟ دلوقتي الساعه 8، يعني ابني مش موجود ولا حد يعرف عنه حاجه 6 ساعات؟ ابني طارق هيروح فين؟ اهدي يا رنا، هيكون فين يعني؟ ممكن يكون في الجيم يا ماما، ثواني هتصل.